I hope you're feeling okay. Now we take you to the operating theater. There will be some nurses around, but everything will be all right, and you'll be absolutely fine after that. Okay? Now we go here. This is where we go. And this is your operating theater. We'll go inside. Good. Can we do the brakes on first? Brakes on. And you drop that. Thank you. And now we'll move you inside. Can you brakes off now? Let's go, guys. You press on the one down. You press on the side down, down. Yes. 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 Okay. البشارة البشارة عمي البشارة، والصحافة كلها تحكي عنك بريطانيا، الانجليز يحكون فيك وبعمليتك. عمليتي؟ نجاحها نجاحها. انت الحين يعني جايب لي خبر نجاح العملية انا اللي احس فيها مو انت. لا العملية كانت صعبة هذه عمي، وشالوا قلبك فرق وياهم لان اللي حطوه لك اياه قلب اصغر من قلبك. وانتشر الخبر. اوه فرحانين سعداء الانجليز. الملكة الملكة مالت بريطانيا ما قالت شيء عني. ايش تراني عمي انا بالملكة؟ اكيد اكيد سمعت وسعداء وابتسمت ابتسمت. انت بالجريدة ما قلت بالجريدة منو انا؟ لا قايل لهم يدرون منو انت عمي. لا لا شوف الملكة دائما تفرح من فرحة شعبها، الإنجليز كلهم أنت ساهمت في رسم الابتسامة على شفات الإنجليز. يا سلام. نعم. سلام. نعم. ربك حميد، ربك الحمد لله. الحمد لله. نعمة من الله الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. أوه. 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 ماكو داعي يعني. إنا لله. هاي يومية ست مرات يبوسني كذي. خير. شيك بعد؟ ماني مصدق عمري. ها؟ ماني مصدق عمري. انه شنو؟ قاعد اشوف ابوي قلبه ينبض. قلبه هني ابوك، ابوك عز... اي والله اي والله ردت روحي. لا شفتك ودي اهب في الكف وساعات احن عليك ودي ابوسك. تعال على ابوسك تعال. شو اخبارك انت؟ انا اسال عنك. الله يسلم عليك. يعني ايه اطلب لك طول الوقت واقول يا الله يا رب تنجح العمليه ويعيش هالرجال الطيب ويعيش قلبه. انا صبروا علي بس اطلع من المستشفى، بس اطلب الكويت ثالث يوم انا بدز عليكم انت وامك ومن يعز عليك تفيون هناك بالكويت. وش تروح تدز علينا؟ وش تحس يعني تروح بالكويت تنزلني انا وياك؟ ليش غلط؟ طبعا غلط. انت مالي وراك عزاء وراك شغل. لا لا ما انا ناس كلهم. انا متفرغ لك. انا متفرغ لك. انا في عندي اهم منك شايل قلب ابوي وتبيني اروح التفت لشيء ثاني. مين لك الكلام؟ انت على كيفك طلع. احساس. ها؟ احساس ابن تجاه ابوه. اسمح لي اسمح لي خليه يشغلك احد عني، خليه افضفض. اسمح لي كلمه واحده. لا تفنيها تكفى. اسمح لي اقول لك يا بابا. بابا؟ ليه؟ انا بابا. انت بابا. وابوك الله يرحمه كان يناديك بابا. كل اذا جينا نقول يبا 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 يقول لي يبا يبا مال اول. لا 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 يقول لي حق ماما صار بابا. بابا الله يرحمك الله يرحمك. وفي وفي ممكن حضنك؟ حضنك مرات احنا يوم ويا ست مرات مرات يا قلبي يا قلبي يا بعد قلبي يا قلبي ابوك هو موجود هني على حطته يا بعد قلبي. لا تخليني الحين امد ايدي كذي وامشي واعطيك اياه. لا تقول
تنشع قلبي ولا تنشع قلب ابوي. انا تغشرت بس بغيت اعرف انا مدى حبك لك. بس اي والله اي والله والوعد بالكويت ان شاء الله. رجلها رجلك بالكويت بالطياره. اللي سمعك يقول كاتب عقد وياي. عندنا عقد يا ابوي. يا ابوي عندنا عقد. عندنا عقد وفي شروط جزائيه من الحين. يعني بعد قمت من العمليه. بس بعدين صار اركد اركد اركد. حاضر حاضر اللي تبي فيه هذا. حاضر اللي تبي حاضر.